مصر بتبني دولتها الحديثة، هي دي الجمهورية الجديدة، جمهورية بتمتلك رؤية مستقبلية، أحد أهم جوانبها حق المواطن في حياة كريمة. جمهورية جديدة أعلن قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان واحدة من ركائز الدولة. رؤية بتتكاتف من أجل تطبيقها على أرض الواقع كل أجهزة ومؤسسات الدولة. وزارة الداخلية المصرية بتقوم بواجبها الوطني بأداء أمني عصري يواكب الرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة، وطورت خدماتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونفذت خطوات كبيرة على أرض الواقع في مراعاة حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية لضباطها وأفرادها لصقل مهاراتهم. واستكمالاً لذلك تم عمل تطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل. والبداية من هنا، مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم. روعي فيه تحسين ظروف الاحتجاز، بيتم إدارته اعتماداً على المرجعيات القياسية العالمية في حقوق الإنسان للتعامل مع النزلاء وإجراء تقييم شامل للنواحي النفسية ليهم، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتصحيح مسارهم ومعالجة أسباب ارتكابهم للجرائم. تتم إدارته بالتقنيات الحديثة من خلال مبنى القيادة المركزية المتواجد في وسط المراكز، وبيتحكم في تشغيل المنظومة بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال. ويعتبر المركز نموذج متطور هيتم تكراره بعيداً عن الكتلة السكانية، بديلاً عن السجون القديمة اللي هيتم غلقها. مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الجديد مركز متكامل بيضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم لتوفير وإتاحة تهوية متجددة وإنارة طبيعية على مدار اليوم للنزلاء، مع مراعاة المساحات المناسبة وفق المعايير الدولية سواء في العنابر أو أماكن التريض. كل مركز بيضم عنابر لإقامة النزلاء بأسلوب حضاري وإنساني، مزودة بشاشات عرض بتعرض برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكري والسلوكي، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية بتمكن النزلاء من أداء العبادات وتعلمهم المبادئ السمحة للأديان، وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورش للتأهيل، وقاعات للطعام، وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطي لجلسات المحاكمة تيسيراً عليهم، بالإضافة إلى مكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية، وفصول دراسية، وفصول المدرسة الفنية، وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم من الحرف اليدوية والمهارات الفنية زي الرسم والنحت والخزف، ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية، إضافة إلى بعض الأماكن الخدمية الخاصة بكل مركز. واستعانت إدارة المركز بخبراء لوضع برامج لتنمية المواهب للنزلاء لتوظيف طاقتهم ووقتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تعليم فني صناعي وزراعي يقدر من خلالها النزلاء تعويض ما فاتهم من مراحل التعليم والبدء في مراحل تعليمية جديدة. كما تم إنشاء مراكز تدريب مهني بالتعاون مع وزارة الإسكان اللي بموجبها أعدت ورش سباكة وحدادة وكهرباء ودهانات وطاقة شمسية، بتمنح النزلاء دورات تدريبية وبتخدم في ذات الوقت الجانب العملي للمدرسة الفنية الصناعية. مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الجديد بيضم مركز خاص للنساء فيه جميع الخدمات، وحضانة للأطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة. مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الجديد مجهز بمستشفى مركزي لعلاج النزلاء بالاستعانة بأكبر الأطباء والاستشاريين وأطقم طبية حاصلة على أعلى تدريب.
والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات بسعة 300 سرير وأربع غرف عمليات بتشمل كل التخصصات، 28 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل والطوارئ، غير الخدمات الطبية، صيدلية مركزية وقسم لمعامل التحاليل والأشعة وبنك الدم، ووحدة للغسيل الكلوي بتضم 16 ماكينة غسيل من أحدث الماكينات في العالم وأربع حضانات، بجانب العيادات المتخصصة والمجهزة على أعلى مستوى. ومن ضمن أقسام المستشفى المركزي مركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز ومرضى الإدمان تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال بروتوكول تعاون طبي موقع بين وزارة الداخلية المصرية والمكتب. إعادة تأهيل النزلاء وتحضيرهم للدمج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة بتبدأ من إحساسهم بأنهم أفراد منتجين بيساهموا في عمل له قيمة، بيوفر دخل بيتم تقديره حسب حجم مساهمتهم في العملية الإنتاجية يقدر يساعدهم بعد الإفراج عنهم. منطقة التأهيل والإنتاج بتضم منطقة زراعة مفتوحة وصوب زراعية ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة لإنتاج اللحوم بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية. والورش الإنتاجية والمصانع يتم فيها توظيف الإنتاج من المنطقة الزراعية والثروة الحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في المركز وتسويق الفائض لصالح النزلاء العاملين فيها. وبتضم المنطقة الصناعية مصنع الأثاث المعدني. ومصنع أثاث خشبي عالي الجودة مجهز بأحدث الآلات والمعدات. المنطقة الخارجية لمركز الإصلاح وإعادة التأهيل وادي النطرون فيها منافذ بيع للجمهور لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية المختلفة، بيتم تخصيص عائد مبيعاتها لتحسين أحوال نزلاء القطاع بالكامل. تم تنظيم زيارة أسر النزلاء بشكل متطور من خلال حجزها عبر صفحة الوزارة على شبكة الإنترنت وإختارهم بيها تيسيراً عليهم. وفي أيام الزيارة بيوصل أهل النزيل عند البوابات الخارجية المجهزة بساحة انتظار مغطاة بالكامل بخلايا شمسية، وبعد الخضوع لإجراءات التعقيم اللي مطبقة على جميع الزوار وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة بيتم توصيلهم للمراكز بأوتوبيسات مخصصة للزوار كإجراء تنظيمي بيسرع عملية وصولهم ودخولهم ويخفف عليهم عناء الزيارة علشان يقابلوا ذويهم من النزلاء. وفي كمان أماكن مخصصة للقاءات عن بعد باستخدام التليفون والزيارات الشخصية حسب التصريحات الصادرة من النيابة العامة. المركز بيضم مجمع محاكم بيحتوي على 8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إدارياً بسعة 100 فرد للقاعة الواحدة. مجمع المحاكم له مدخل خارجي للجمهور ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكمتهم بسهولة، وده بيوفر عناء النزلاء في نقلهم للمحاكم المختلفة. وعشان تكتمل المنظومة إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بتستمر متابعتها ومساعدتها للنزيل وأسرته حتى بعد انتهاء مدة العقوبة. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مش مجرد كلام، ده واقع عايشينه. مصر بتواكب الحداثة والتطور وبتنفذ رؤيتها بمنهج علمي وعمل مؤسسي بكل احترافية في كل نواحي الحياة، وزي مجهود كل مؤسسات الدولة توحدت عشان تحقق الحياة الكريمة لكل المصريين، مقيدوا الحريات في مراكز الإصلاح والتأهيل برضو مصريين، وكل المصريين كرامتهم مصانة. مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون كل يوم بيأهل إنسان جديد.